قراري نهائي، مو مناسب لا لإلي ولا لفرهاد نضل سوا. صار لازم اترك البيت. ماما يا تار، هاد قرارك طبعا، بس هداك البيت بيتك كمان. لا تنسي ما عندي ذكريات حلوة فيه، وأصلا فرهاد هو صار كبير البيت، خلي يأسس نظام البيت مثل ما بده، هذا هو الصح. بفهمك أمي، معك حق من وجهة نظرك، بس رح تكون بداية جديدة إلك أنت كمان. لا تنسي، إذا بتوافقي فيكي تعيشي معنا هون، مو سونا؟ طبعا، وأوزقر بيفرح فيكي كتير. كل عمرك مهتمي بقولسوم وفرهاد، صار لازم تهتمي فينا. عرض حلو كتير، ورغم كل شي لسه في عندي ولاد عم يفتحوا بوابهم إلي. أنت بتضلي أمي، ما عاد يهمني بعد هلأ الشي اللي صار بالماضي. أنا قايمة شوف أوزقر. نحنا حبينا البيت كتير، وأنا حكيت مع صاحب البيت ورح نشتري، يمكن نوسعه شوي، في عنا مجال، ورح نبني غرفة بالطرف الثاني تعدي فيها إذا بتحبي، وإلى باب عجنينة. ممكن، إن شاء الله بيصير خير ابني. للأسف نامق عرف إنه أمي مريضة. يعني شو قال؟ ما قال شي أبداً، ضل ساكت وسكر التليفون. معقول يكون زعل؟ ما بعرف، ماني متأكد، بس على الأغلب اليوم أو بكرة بيتواصل معه. وبلكي فكر إنه يأذيها، حاسة إنكم هيك عم بتعرضوا حياتها للخطر. أنا منشان هذا الشي خليت أمي جنبي، رح أحميها وما رح أخلي حدا يلمسها. بتمنى ما يصير لشي. أمي وضع صعب، والغلط غلط نامق، ومع هيك أخي ما عم يسامحها، مشان هيك لازم تكون أمي الوسيلة لنمسك نامق، هيك بتمحي ذنبها، كمان بتكمل العلاج، ورح يكون عندها سبب لتكمل حياتها. إن شاء الله، إن شاء الله تمرق هالقصة على خير يا رب. عن إذنك قايمة اطمن عنا. مرت عمي، إذا نعساني فوتي نامي. شكرا، بدي أقعد شوي كمان، الجو حلو كتير. طيب ما تعمي على راحتك. تصبحي على خير. نامق،
انت شو جابك لهون نامق؟ سمعت انك مريضة وانه حالتك خطيرة كتير. مين قال لك هالحكي هاد؟ لا لا ما عرفتي انه ما في شي بيتخبى على نامق. قصة مرضي ما بتعني لك. يا تار اجيت مشان اخدك معي. يا تار بدي ابقى انا وانتي لوحدنا. ظريف كيف يعني ما بدك تتعالجي؟ انت ما دخلك فيني نامق. انت هيك عم تعاقبي حالك يا تار. انا عملت ذنوب، هلأ وبعدين رح يجي الوقت واتحاسب عليهم. انا وانت عذبنا اللي حوالينا وخليناهم يعانوا. بدك تروحي معي، بدنا نقضي اخر حياتنا ونحن سوا. ما بدي بعيد عنك، منعيش على الحلوة والمرة، المهم نبقى مع بعض، ما تنتهى قصتنا بسهولة. فعلا قصتنا كبيرة كتير، بس أنا ما بعرف نهايتها. أكيد بتعرفي، أنا من أول لحظة شفتك فيها حبيتك وسحبتك من قلب هداك المستنقع، ومن بعدها سحبتني من إيدي والولد ببطني ورميتني. ما كان في عندي خيار تاني، وإلا كان ممكن أنه أخسرك أنت وفرهاد، لأنه مستحيل يتركوني بحالي. كنت مجبور أنه أتركهم وبعد. حلمت أنه أعيش حياة حلوة أنا وأنت إيه بس، وانجبرت بعد عنك. ما كان عندك كبرياء أبدا؟ على قليلة كنت فكري بحالك وبس، كل هالسنين وأنت عم تنادي هداك الزلمة بكلمة أخي. خبيتي عنا الحقيقة بكل وقاحة. بدي أعرف كيف قدرتي إنه تعملي كل هالشي. من هلأ لا بقى تنادي لي ابني أبدا. كيف قدرتي تتحملي هالعار سنين طويلة بدون ما تحسي بالخجل؟ الحق معك، نحن منستاهل نشرب من نفس الكاس. موافقة إنه كمل بقية حياتي معك. يعني بدك تروحي معي يا دار؟ اي نامي رح أروح، ما بقى في عندي شي هون لحتى أزعل عليه. وممكن إنه ما تكون نهاية سيئة يا دار. هذا الشي مو بإيدنا، القدر رح يقرر نهايتنا. حتى النفس اللي منتنفسه القدر كاتبه علينا من زمان. رح نشوف مين رح يضل نفس بصدره لحتى يقرأ فيه الفاتحة على روح التاني. اتفقنا. أنا هلأ لازم أروح وبخبرك بعدين. عم استناك.